بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. طالب زميلكم بيقول لكم على اللي حصل معاه في المنحة بالظبط، وتقدم فين وتعمل ايه قبليها علشان تتقبل في المنحة، وان ياللي انت جبت من 90 لـ94 وحاسس انك مش هتطول حاجة، لا لسه الفرصة قدامك كبيرة وتقدر ان شاء الله تتخش كليات القمة بسبب المنح، تمام؟ فطبعا هو طالب تم قبوله في منحة الجامعات، بيقول لكم عن كل حاجة عن الاسئلة والاختبارات اللي حصلت معاه في المنحة، تمام؟ اول حاجة معاد المنحة، امتى بالظبط معاد المنحة؟ معاد المنحة في شهر 8 اللي هو شهر اغسطس، تمام؟ الشروط بقى انك انت اب وام مصريين، بعدين لازم تكون خريج السنة دي، يعني مش خريج السنة اللي فاتت، تمام؟ بعدين لازم تكون ثانوي حكومي يعني، تمام؟ بعدين لازم تكون ما قدمتش قبل كده، يعني دي اول مرة تقدم، وما يكونش ليك اخوات في مدارس خاصة، او انت لو ليك ما تجيبش سيرة الموضوع ده، يعني هو ايه بس ما تجيبش سيرته يعني، تمام؟ ما يكونش ليك اخوات في مدارس خاصة، تمام؟ طيب دي معظم واهم الشروط. بعد الشروط الاوراق اللي هتجهزها، شهادة الثانوية بتاعتك طبعا الاصل، وتكون من المدرسة بتاعتك يعني الاصل، وتكون مصورها كذا صورة. شهادة ميلاد كمبيوتر طبعا الاصل برضو كذا صورة. بيان درجات ده بتجيبه من الادارة ويكون مختوم علشان يبقى الكلام رسمي. صور بطاقة الاب والام دي بتصورها كذا مرة. استمارات التجنيد دي بتجيبها من المركز الشرطة اللي بتاعك اللي انت خاص بيه، بتجيب استمارة 2 جند وستة جند، تمام؟ بتعمل بحث اجتماعي، ده بتعمله في المجلس تقريبا، يعني ايه دخل الاسرة، واسرة دخلها الاب موظف الام لا كده يعني. بعدين بتجيب مفردات مرتب لولي الامر اذا كان موظف او كده يعني، مفردات مرتب هو عارفها دي يجيبها هو من الشغل بتاعه. بعدين تطلع على التأمينات تجيب الرقم التأميني للأب والأم، ويا ريت يكون مطبوع من عندهم من هناك، ما تتملهوش في ورقة كده، تكون مطبوع. بعدين هتشوف عقد البيت بقى بتاعك اللي هو السكن اللي انت ساكن فيه، لو إيجار أو تمليك يبقى تجيبه برضه وتصوره. هتجيب وصل كهرباء ووصل مية ووصل غاز أو على حسب الحاجات اللي موجودة عندك في البيت. وتجيب برضو شهادة من الجمعية الزراعية ان انت ما عندكش اراضي زراعية او ما عندكش عقارات والحاجات دي يعني، تمام؟ بعدين شهادات ميلاد اخواتك كلهم، كل واحد شهادة ميلاد اخوات، وكل واحد قيده في المدرسة، يعني كل واحد في الصف في المدرسة بتاعته تقول له عايز اثبات قيد للطالب الفلاني الفلاني. دي اهم الاوراق المطلوبة، تمام؟ طيب بعدين دي بقى اسماء الجامعات اللي انت هتقدم فيها المنحة، انت منين وانا اقول لك اقدم فين، تمام؟ فانت لو من القاهرة قدامك جامعة 6 اكتوبر، تمام؟ موجودة طبعا في 6 اكتوبر في القاهرة. في برضو الجامعات دي كلها في القاهرة، جامعة ماست وجامعة ام اي يو وام تي اي، تمام؟ ماست دي موجودة في القاهرة برضو، والام اي يو موجودة في طريق القاهرة اسماعيلية، طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي، والام تي اي دي موجودة في المعادي، تمام؟ طب لو انت من المنيا قدم في جامعة دراية موجودة في المنيا الجديدة. طب لو انت في بني سويف قدم في جامعة النهضة. طب لو انت من دمياط قدم في جامعة حورس، طبعا موجودة في دمياط الجديدة شارع صلاح سالم كفر سعد، تمام؟ طيب في بقى حتة اسمها مدينة بدر. مدينة بدر دي موجودة فين؟ مدينة بدر دي موجودة في طريق القاهرة السويس، اسمها مدينة بدر كده، تمام؟ طيب برضو قدامك الدقهلية، جامعة الدلتا، جامعة الدلتا موجودة في الدقهلية في الطريق الساحلي في بلقاس، تمام؟ بعدين في طريق السويس يعني. الجامعة الروسية في طريق القاهرة السويس، الجامعة الروسية طريق القاهرة السويس، يعني قريبة من مدينة بدر كده. جامعة سينا بقى موجودة فين؟ في العريش، تمام؟ بتاخد أبناء العريش وأبناء سينا وتقريبا أبناء الإسماعيلية معاها، تمام؟ طيب كل جامعة من الجامعات اللي قدامك دي مش فيها كل الكليات اللي أنت عايزها، فأنت لازم تشوف الكلية اللي أنت عايزها وتسأل هل هي موجودة ولا لأ، يعني كل كلية ما فيهاش كل الجامعات،
دي ما فيهاش طب، دي ما فيهاش صيدله، فانت بتشوف انت عايز ايه، الكليه اللي انت عايزها وموجوده فين. تمام، اغلب المنح بتبقى موجوده في العلاج الطبيعي، يعني موجود في كل الجامعات وكده. تمام، طيب يبقى انت لازم تتواصل عشان تعرف موجوده ولا لا. بعد كده بالنسبه لاختبارات التقديم للمنح بقى، دي الحاجه المهمه بقى اللي عايزه تركيز، الامتحانات اللي قبل المنحه. انت بتمتحن انجليزي شفوي، تمام؟ طيب هيسألك في ايه بقى في الامتحان الشفوي ده؟ يعني هيقول لك مثلا اول حاجه ما اسمك، واتس يور نيم، واتس وات ار يور هوبيز، هواياتك ايه، وات دو وانت تو بي، انت عايز تبقى ايه، ايه الفيفوريت مثلا بروجرامز، ايه البرامج المفضله بتاعتك، ايه الفيفوريت سبورتس تيم، في الرياضه المفضل بتاعك كده يعني، وات ويل يو دو اف يو هاف ا مليون باوند، تعمل ايه لو معاك مليون جنيه. تمام، هو بيشوفك انت عايز تفكر ازاي يعني. تمام، هتشتري عربيه ومش عارف ايه، ولا تعمل مشروع، ولا طبعا الواحد لازم يكون مركز في الاسئله دي. لو معاك مليون جنيه تقول له مثلا اي ويل انفست ذم، استثمرهم، اي ويل مثلا دو ا بروجكت، اعمل مشروع. تمام، مش اشتري عربيه، ويعني مش عايز انسان مش تافه يعني. تمام، واي ديد يو ابلاي فور، ليه تقدمت للجامعه دي؟ هقول له مثلا because it's a respectable, a respectable university، جامعة محترمة مثلا. تمام، أو مثلا أقول له because I want to get my مثلا license، عايز أخد أنت ليه تقدمت المنحة دي؟ أقول له because I want to get my license، عايز أخد الليسانس بتاعي من هنا. تمام، أو البكالوريوس يعني. تمام، why do you want to join this faculty، طب ليه عاوز تقدم في الكليه دي؟ هقول له بقى مثلا it's برضو respectable faculty، كليه كويسه. تمام، I want to be a doctor، عايز اكون دكتور، ماشي، because it's a good job، عشان وظيفه كويسه كده يعني. تمام، طيب how do you see yourself after 10 years، تحب انت شايف نفسك ايه بعد 10 سنين؟ على حسب بقى الكليه اللي انت داخلها بقى، يعني مثلا شايف نفسي بيج مثلا جريت دكتور، هيلبس بيبول، دكتور عظيم بيساعد الناس، على حسب الكليه اللي انت ايه داخلها. تمام، طيب الاسئله دي لو انتوا عايزينها، اللي عايزها يقول لي وانا اسيب له رابط موجود فيه كل الاسئله باجابتها. ماشي، طيب ممكن بقى يسالك عن المجموع بقى. المجموع، هو المجموع مش كل حاجه، بس لازم تكون معدي 90%، لازم تكون معدي 90%. هما ما بياخدوش حسب المجموع، بياخدوا حسب الاسئله اللي انت بتجاوب عليها دي، يكون عندك طلاقه في الاسئله في الاجابات كده يعني. تمام، بيتعمل اختبار طبي بسيط كده وانت داخل، روتيني يعني، ما حدش بيطلع منه، بس احيانا ايه، احيانا ما بيتعملش في جامعات اصلا كمان يعني. تمام، طيب في بقى حاجه اسمها معادله، كل الاختبارات دي بتتعمل بينهم معادله، يعني لو واحد جايب 94 واحد جايب 96 وهما الاثنين مقدمين على كليه واحده ومش عايزين غير هما طالب واحد، طبعا مش هياخدوا ب96 ويسووا 94، لا، اللي يجاوب احسن في الاختبارات الشفوي واختبار انجليزي هو اللي بيكون ايه ليه الاولى. تمام، طيب بعدين بقى الموضوع انك انت اللي جايب 94 وحاسس ان هو مثلا جه وسط السلم، ما لا طلع فوق ولا نزل تحت، ما حدش يزعل يعني، الناس تحاول تعمل اللي عليها. وزميلكم بيقول ان هو كان جايب 94 و3 من 10 ومش عارف يعمل ايه، وكان منهار جدا ومش عارف ايه، وربنا كرمه بموضوع المنح ده ومشي فيها وكمل، وهو دلوقتي فين؟ في علاج طبيعي. تمام، طيب طبعا في بقى روابط للمنح دي، الروابط ليها برضو هنسيبها تحت الفيديو. غالبا بقى لو عايزين الحد الادنى للدرجات دي بتبقى حسب الجامعه يعني، حسب الجامعه نفسها يعني، الحد الادنى بالدرجات يعني، الطب مثلا 398، طب اسنان 395، علاج طبيعي 392، بتبقى حسب الجامعه وبتختلف من مكان لمكان. تمام، طيب ماشي، دي كانت كل حاجه عن المنح، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.